فاش كنمشي عند جدي وجداتي. اجي ولدي قول لي فطرتي؟ اه جدة فطرت قبيله. كذاب شو وجهك كتفرق؟ هذه حالة واحد فطر. والله حتى فطرت راه انا هكا، شنو بغيتيني ندير؟ خاصك تاكل مزيان باش تغلط. شو حالتك ولات؟ ضعفيتي تقول عبلاش قاتلو العطش. مهم بقى هنا، ما تمشي فين، انا غادي نمشي نوجد لك الفطور، وما تمشي حتى شي بلاصه حتى تفطر عاد تمشي. وصافي واخا، هاني غير هنا ما عندي فين نمشي. هاودني منك. يلا انا مشيت. يلا في خاطرك، هاني جالس نساي. الله ومرحبا بك ولدي عندنا. ربي يخليك جدي، والله الا توحشتكم حتى حنا ولدي توحشناك. كلشي مزيان بعدا؟ لا بس الحمد لله. غادي يسلموا عليك موالين الدار كاملين. اسلم عليهم الخير ولدي، سلم عليهم الخير. اجي قول لي انت ولد من؟ ويلي واش ما عرفتينيش؟ انا ولد ولدك حسن. اه هكاك، وعلاش انا عندي الولاد؟ ايها عندك ثلاثه، عندك زوج بنات وولد ومزوجين ووالدين ولادهم. اه ثلاثه، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وديك خيتي اللي هي هذه اللي معانا في الدار، شكون هي؟ اه هذيك مراتك انت اللي هي جداتي انا. ويلي ما تقولش شب الضحك، هذيك مراتي انا. ويها جدي والله شب الصح. اه وانا تنقول فين شايفها شي هادي يا ولدي؟ كتبقى تسوف بالليل، عرفتي في الليل كتبقى تدور بلا سنان وشعرها تيطلع الفوق، تبقى غادي مديرها بحالها. وشحال من مره كتوقف عليا بالليل تتخلعني تنسخف تهزوني كوما السبيطار. والله هذيك النهار هزوني بسببها هي، راه كان عيسكت ليا القلب، خرجت ليا بالليل بلا سنان وشعرها واقف. صافي وانا نطيح مشاو داوني السبيطار، بقيت شاد في الطبيب تنغوت كنقول له والله ما نرجع معاها. تقول لي لا سير مراتك. مراتك قالت لهم عقلهم، قالت لهم انا راجلها. يا واقيلا ولدي راه خاطفاني ما نعرف، راه مديرها بحال عيشه قنديشه هذيك اللي كتخرج من الواد وحالها. شي اليوم بقى بالليل وبقى تشوف تحط سنانها في واحد الكاس وتتبقى تدور. والله الا انت مسخوطه جدي وعقل الله، هادي مصيبه والله. حشومه تهضر على جداتي بحال هكا، راه خصك تحترمها. صافي انت كلات لك عقلك وليتي كتحامي عليها، ونحلف عليها هذيك ما بنادم. شي نزيدك، راه كتاكل الصوبه والماكله ديالنا ما تتاكلهاش، تنحصلها تتاكل على الصوبه وكتشرب الماء سخون. والله الا ديك النهار كنت جاي الكوزينه عاد شويه لقيتها جالسه كتشرب الماء من المقراس السخون. تاغ بزاف والله هادي ما بنادم. دابا قول لي يا ولدي ما نقدرش نبدلها. شنو تبدلها؟ صافي سكوت سكوت سكوت، هاي جايه غتسمعك قلتي هاد الهضره غتشدك تصرخك عصا. صافي سكوت. صافي صافي هاني ساكت. هاني جيت يا ولدي، هاني وجدت لك الفطور، خبزت لك هنا 60 بطبوطه و12 خبزه ديال الزرع، وكلهم كاملين ما تخليتي شي حاجه. شتي الا خليتي شي حاجه والله الا خليتك تمشي شي بلاصه. خاصك تاكل هادشي كامل. شنو هادشي كامل غادي ناكلو انا؟ او واش بغيتيني نتفرقع؟ المهم ما عنديلك على خاطرك، اللي قديت عليه غادي ناكلو. يلا هاك انا غادي نبقى هنا واقفه كنساينك حتى تاكل هادشي كامل. شد الله. صافي جدة واخيرا ساليت. ساليت يا ولدي على سلامتك. يلا انا غادي نحط لك الغداء، راه طاب باش تاكل الغداء نحط لك العشاء حتى هو طايب واجد. شنو ولا لا بزاف هو كتعلفيني غادي تزيديني السوق؟ وصافي شبعت والله، دخلت عليك بالله حتى تاكل هذا الشيء. والله لا خليتك مشيتي، راك عارفني ملي كنحلف. وصافي صافي واخا، سيري جيبي لي داك الشيء الاخر. صافي ولدي هكا مزيان. يلا انا غادي نمشي نجيب لك الغداء، باش مع تسالي الغداء نجيب لك العشاء. اوف وما بقيت قادر حتى نتحرك. فين هو التليفون؟ هادي يا ولدي بغات تفرقعك، سير هرب ويلا هربني معاك. قلتها لك في الاول، قلت لك هادي ماشي بنادم. لا لا جدي ماشي مشكل، حشومه نهرب ونخليها. صافي عندي ولا خاطرها، وهي اصلا ديما فين ما كنجي عندها تتبقى تعلفني بحال هكا. راه تنجي اصلا ما واكل والو من الدار باش يلا نجيبها هي هذيك. اه ايوا انت تعرف اللي بغيتي يا ولدي. اه داكشي يا جدي. اجي بعدا قول لي انت ولد من؟ اوف واش غادي نبقى كل مره نعاودها لك؟ انا ولد ولدك حسن. اه مزيان هو، مرحبا بك ولدي، ما تحشمش الدار داكم. الله يحفظك يا جدي. وتبارك الله يا ولدي راك كبرتي. قول لي شكون هذا ولدي حسن؟ اوف ويلي ويلي، وانا براسي ما عرفتش راسي شكون. انسى انسى انسى. بلاتي بلاتي
انت ما عارفش راسك شكون وانا ما عارفش راسي شكون، يعني ديك خيتي لها تكون خاطفانا ودات لنا شي حاجه في الماكله باش ولينا طايحين بحال هكا. شوف اه 7 سنين وانا في العسكر كانوا كيعيطوا لي الحاج عقه، كنت معاه كنتيري في بنادم بالسلاح الدف عتنهرسلو السنسور ديال ضهرو. شوف بقى هنا ولدي ما تخاف ما والو، انا غادي نمشي نهز السلاح ديالي من البيت ونتيري في ديك خيتي ونهربو. ما تخافش انا جاي دابا. ياه هذا دارها بصح والله، هذيك جديها جا نقول لك اجي، ولكن عندك تعال نتبعو واجي لهنا اجي.